السلام عليكم، ازيكم؟ طبعا كله اتصدم من اللي شافه. يعني ابراهيم كان من اوائل الناس اللي بينزل ملخصات، فين ملخصاتك؟ وكذا واحد كلمني عن الموضوع ده. بص يا شباب، انا واخد ثلاثة، واخد اتنين ديسرايك وثلاثة ديسرايك بالسلامة، يعني هما اتنين حقوق طبعا نشر معايا حاليا. لو خدت التالت كده القناة ولا هتشوف القناة ولا هتشوف ابراهيم، فده اللي منعني عن نشر الملخصات. بس يعني الموضوع زاد عليا في الرسائل، انت فين، فحبيت بس اقول لكم الفكره كلها وبما فيها. اقسم بالله انا كنت ناوي انشر الملخص ده، بس للاسف انا ما عرفتش اجيبه. انا عندك بين سبورت، يلا شوط، يلا كوره، كوره لايف، كل المواقع اللي انا هقدر اجيب من على الماتش خارج نطاق الخدمه، فمش موجوده، مش قادر. يعني مش قادر اشغل من عليها اصلا، مع ان النت عندي سريع جدا، بس مش قادر انشرها، اسف، مش قادر اساسا اصورها. الملخص المفيد 3-0 للاهلي، علي معلول، حسين الشحات، امام عاشور، هم اللي جابوا الاجوان. بس كده، السلام عليكم.